يا صباح الخيرات على كل حضراتكم سيدات والسادة مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد إن شاء الله يكون يوم جميل على كل حضراتكم، وإن شاء الله كمان تسعدوا معنا في حلقتنا النهاردة، حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. صباح الفل. صباح الخير جدا، صباح الخير على حضراتكم. آخر الأسبوع و10 الصبح في الأهلي، ودايما بيبقى معانا أكيد فقرات مختلفة وأخبار مختلفة تهم حضراتكم سواء في الرياضة المحلية كمان أو العالمية، وأكيد برضو حلقتنا لن تخلو عن المباراة اليوم وبداية بقى الموسم الجديد للدوري والمباراة المنتظرة الأهلي والاسماعيلي، وكلام كتير جدا هنتناقش فيه. بس خلينا ننوه كريم معاك على الفقرات الاول. الفقره الاولى طبعا هنتكلم على الجزء الثاني من حلقتنا كما هي العاده، هيكون معانا فقره عن اول بطوله في مصر لهوكي الجليد، هيكون معانا فيها الاستاذ محمود غنيم لاعب فريق مصر لهوكي الجليد. وفي ثاني فقراتنا هيكون منورنا كابتن صديق الجمال نجم النادي الاهلي السابق، اللي اكيد هنتكلم معاه عن كتير جدا من التفاصيل المتعلقه بمباراه النهارده. وطالما بنتكلم بقى عن مباراه النهارده، طبعا دي بالنسبه لنا كاهلاويه هي ضربه البدايه في مسابقه الدوري العام قدام فريق كبير زي الاسماعيلي. مش هنتكلم دلوقتي عن الفنيات، خلونا نتكلم في الحته دي في الجزء الحواري او في الفقره الحواريه الاخيره من حلقه النهارده، لكن عايزين نتكلم عن الجماهير. النهارده بدايه مباريات فريقنا في الدوري، وعايزين طبعا نشجع فرقتنا ونشجعها كما ينبغي، عايزين نكون كما هي عاده مشجعي النادي الاهلي نموذج للجميع في الالتزام والتحضر والرقي. وتاني ده مش جديد على جماهير النادي الاهلي اللي دايما ورا فريقها في كل مكان، عايزين نساهم في تطور قرار الحضور الجماهيري. يعني النهارده هيحضر 1000 مشجع، بعد كده يحضر 2000 شويه ويبقوا 5 والعمليه تتلو كده والعمليه تمشي. اه والله، ونرجع نسمع. اصل انت لسه امبارح كنت بتتكلمي على التفصيله بتاعت فكره الجماهير ووجودهم في الملعب الى اي درجه بينعكس بالايجاب على اللعيبه وعلى اللي بيتفرجوا زي حالاتنا في البيوت. طبعا يعني ده لغايه لما نوصل لمرحله ان الجماهير ترجع بقى بكامل طاقه وقدره استيعاب الملاعب، لان الجمهور هو اهم عامل في نجاح الجميع شكلا وموضوعا. ودينا شايفين اوروبا وملاعبها اللي بقت يعني كومبلي زي ما بيقولوا، الناس دي عارفه ان نجاح اي حدث هو بالحضور الجماهيري في المقام الاول، وكمان الجماهير عارفه اهميتها في كل حدث. الكل التزم وكل تلقى لقاح فيروس كورونا، والنتيجه ان ملاعبهم النهارده منوره بجماهيرهم. عقبال عندنا كده ان شاء الله. ان شاء الله هيحصل خطوه خطوه، بس النقطه الاساسيه اللي احنا عايزين نتكلم فيها هي يعني جماهير الاهلي هي ما فيش بديل عنهم. يعني انت لما بتتكلم في جماهير نادي الاهلي هم دول المسانده، هم دول الداعم اللي بيكون موجود. 1000 دلوقتي مشجع، ودي يعني بدايه موفقه زي ما احنا اتكلمنا اكتر من مره، لكن ان شاء الله في الفتره اللي جايه كمان يبقى في زياده في العدد. بس مهم الواحد يلتزم جدا. احنا بنتكلم ان احنا عندنا منافسات محليه وقاريه كتيره جدا، ومحتاجين يعني يكون الملعب مليان، وده اكيد مش هيجي من فراغ. يمكن ال1000 مشجع اللي هنبتدي بيهم دول برده زي ما يقولوا يا كريم مقياس، هتجس النبض كده الدنيا هتمشي ازاي. بعد كده هتبتدي بقى ممكن فعلا الموضوع يكون فيه زياده بالتدرج برضه، لكن هنرجع نقول الالتزام بالمحاذير مهم جدا طبعا اللي اعلنتها رابطه الانديه، ده تجنبا بقى لاي يعني عقبات او عقوبات ممكن ان هي تتم، والتزام كمان بالاجراءات الاحترازيه. وفكره هنا برضه اللقاح، يعني مش كل الناس طبعا اخذته. يعني احنا لو اتكلمنا او قارنا نفسنا بالمشهد في اوروبا، هم ليه كلهم موجودين او هذا العدد؟ لان هناك موضوع الفاكسين اجباري الى حد كبير، وهناك في وعي يمكن اعلى شويه، الناس كلها لجأت لاخذ الفاكسين، فعشان كده الوضع بقى الى حد ما مستقر. عندنا لسه الوضع يعني ما بقاش اجباري ربما، لكن اللي انا اعرفه برضه كريم ان الفتره اللي جايه لا بالعكس هيبقى فيه بقى خلاص، يعني ما فيش حاجه ممكن تعملها غير لما يبقى معاك شهاده التطعيم بتاعتك. ف ربما ده يساعد برضو في زيادة هنا أكيد. يعني الفكرة الفاكسين الناس كلها تاخده. وأعتقد إن هي برضو أكيد شرط أساسي لحضور الألف مشجع اللي إحنا بنتكلم عليه، طبعاً يكونوا برضو أخذوا اللقاح. عطسة واحدة يعني 1000 أسرة هتتعيد، أنت فاهم إزاي؟ كل واحد هيرجع بيته ويعدي الناس. فإحنا يعني حضرتكم عارفين إحنا لسه برضو في أجواء كورونا، ربنا يزيح بقى ويعفي عنا جميعاً إن شاء الله. امبارح النادي الاهلي ابتدى معسكر مغلق في برج العرب في اسكندريه طبعا استعدادا لمواجهه الاسماعيلي النهارده ان شاء الله في 8 مساء في الجوله الاولى من منافسات بطوله الدوري الممتاز. كابتن بيتسو موسيماني اعلن بالفعل قائمه الفريق اللي ضمت كل من علي لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء، ياسر ابراهيم، محمود كهربا، حمدي فتحي، حسام حسن، محمد شريف، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، علي معلول، وبيرسي تاو، واكرم توفيق، ولويس ميكيسوني، ومحمد هاني، واحمد عبد القادر، وعمار حمدي.
حلو جدا، دي كانت قائمة المباراة. خلينا بقى نروح نطمن حضراتكم على حالة برضو الشناوي ووليد سليمان. امبارح تحديدا نبدأ بمحمد الشناوي، بدأ يعني فقرات تدريبية في الجيم ده تحت إشراف محمد وفاي إخصائي التأهيل بالفريق، وكمان أدى تدريبات الجري حول الملعب. ده كان طبعا المرة الأولى بعد إصابته، زي ما حضراتكم عارفين هو بيعاني من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض ليها لما كان مشارك مع منتخب مصر في مباراة ليبيا الأخيرة. وليد سليمان بقى أدى مران برضو منفرد في الجيم على هامش، هنا بنتكلم المران الجماعي للفريق. كابتن سيد عبد الحفيظ كمان كان قال إن اللاعب حالته مستقرة للغاية وتعافى بشكل كبير من الإصابة اللي تعرض ليها في مباراة الحرس الوطني. وعايز أقول لحضراتكم الغادر كمان فيها وليد سليمان، وكان بيتكلموا إن عنده إصابة بارتجاج في خفيف يعني في المخ الحمد لله، لكن كابتن سيد عبد الحفيظ أكد أو أوضح إن الجهاز الفني حدد برنامج تدريبي لوليد سليمان هيكون النهارده، وكمان هينتظم في الجيم وهيعمل تدريبات ان شاء الله جماعيه بعد مباراه الاسماعيلي. فكده احنا بس بنطمن على اللعيبه بتوعنا، وان شاء الله ما يبقاش في اصابات ثانيه. انت عارف الفتره اللي فاتت احنا اتهرينا اصابات، فيعني يا رب ما تتكررش ثاني بقى الموسم الجديد. بمناسبه بقى الكلام عن كابتن سيد عبد الحفيظ، لازم نقول له كل سنه وانت طيب وعقبال مليون سنه وربنا يسعد لك ايامك. طبعا كابتن سيد مدير الكره في النادي الاهلي، عيد ميلاده زي النهارده من يوم 27 اكتوبر عام 1977. طبعا كان واحد من امهر لعيبه النادي الاهلي في عصره، بالاضافه الى انه بشهاده كابتن محمود الخطيب وبشهاده كل الاهلاويه هو واحد من افضل مديري الكره في النادي الاهلي على الاطلاق. كابتن سيد عبد الحفيظ ابن محافظه الفيوم، طبعا لو حبينا نتكلم عنه كلاعب هنقول عنه كلام كتير، بس هنختصر الكلام ده في انه يكفيه انه حقق الكثير مع النادي الاهلي، فجمع 6 ألقاب لبطوله الدوري كانت بدايتها في موسم 95-96 ونهايتها في موسم 2005-2006. وكل سنه وانت طيب يا كابتن سيد وعقبال مليون سنه. لا لسه المسيره لسه فيها كلام. نتكلم كمان حقق 3 ألقاب لكاس مصر، ده بنتكلم كمان عوامه لقبين للسوبر المصري كان 2003 و2005، بطوله النخبه العربيه كانت مرتين في المغرب ده عام 97 وتونس عام 98، وكمان فاز بلقب هنا دوري ابطال افريقيا مرتين، بنتكلم 2001 برده و2005. لسه في تكمله كاس السوبر الافريقي عام 2002، واكيد كل كمان مباريات ومنافسات مهمه كانت او كان هو متواجد فيها مع منتخب مصر. يعني على كل حال احنا بنقول لك مره ثانيه كل سنه وانت طيب، قيمه وقامه كبيره جدا في النادي الاهلي، ويا رب كمان اللي جاي يكون احلى عليك كابتن سيد. اخبارنا لسه اكيد ما انتهتش، فاصل سريع ونرجع نكمل. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وخلينا زي ما احنا متعودين دلوقتي نروح لأخبار النادي الأهلي فرق المختلفة والأنشطة كمان مع مراسلتنا العزيزة منى إبراهيم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا منى صباح الخير عليكي، ومبسوطين إن أنت معانا أول مرة في 10 الصبح في الأهلي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندس، صباح الخير يا كريم، صباح الخير والتفاؤل على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره هنقل لكم اهم واخر التطورات الرياضيه ان شاء الله في الملاعب والصالات للنادي الاهلي، اللي الحقيقه هي عباره عن خليه نحل من المكاسب او من الاستعدادات القويه جدا اللي ان شاء الله بتبشر ان الدوري السنه دي او الموسم بشكل عام على كل الفرق والاصعده الرياضيه هيكون دوري ان شاء الله قوي، وهيكون ان شاء الله موسم قوي لكل الفرق الرياضيه. بدايتهم طبعا النهارده استعداد فريق كرة القدم الأول بقيادة مستر بيتسو موسيماني، اللي إن شاء الله هيواجه النهارده في أول ماتشاته بالدوري المصري الساعة 8 مساء هيواجه الإسماعيلي على استاد برج العرب. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله ويحرزوا ويرجعوا لنا إن شاء الله ب3 نقاط. أما بالنسبة لكرة فريق كرة السلة بقيادة مستر أوجستي بوش، امبارح هو بيأكد على وجود العلامة الكاملة واستمرارها بعد فوزه طبعا بشكل منتظم من غير ولا خساره في دوري او بطوله القاهره بعدها البطوله العربيه، وايضا هو بدا في دوري مرتبط من غير ولا خساره. امبارح فاز على فريق القناه بنتيجه 79-61، ده طبعا ضمن منافسات الدور ال 16 بدوري المرتبط. هو كده ان شاء الله الفريق ضمن بشكل كبير جدا وجوده في الدور الثمانيه، ده طبعا بعد الماتش العودة أيضا مع القناة، لكن المرة دي هيكون على ملعبهم بالإسماعيلية.
نتمنى ان شاء الله الجمعه الجايه كمان يحرزوا على المكسب ويكونوا ضمنوا وجودهم في الدور الثمانيه. اما عن الخبر الوحش اللي حصل امبارح او المؤسف انه كابتن عمر طارق تم اصابته امبارح في التحام تحت الشبكه بسبرين انكل. طبيب الفريق قال انه هو هيكون محتاج من 5 لـ7 أيام ان شاء الله علشان يقدر يرجع لتدريباته بشكل منتظم. اما تمرين النهارده قرر مستر اوجستي بوش ان هو ما يديش للعيبه اي اجازه وان هم هيستمروا النهارده في تدريبهم الساعه 2 ان شاء الله. اللي هيكون جديد ان شاء الله هيدخل لهم على تمرين النهارده هو كابتن سيف صلاح بعد اصابته، طبعا كان مصاب قبل كده بكدمه في اليد. ان شاء الله النهارده هيرجع لتدريباته بشكل منتظم، فنحب نقول له الحمد لله على سلامتك. من كرة السلة رجال إلى كرة السلة سيدات بقيادة مستر أو كابتن علي هاشم، الفريق كان واخد أجازة ليومين، النهاردة أو غدا إن شاء الله الخميس هيكمل تدريباته الساعة 6 مساء استعدادا للسوبر. ماتش السوبر إن شاء الله هيتلعب يوم الاثنين الجاي على صالة الدكتور حسن مصطفى، ده هيبقى مع سبورتنج إن شاء الله. بنتمنى لهم الفوز وإن هم يلقبوا إن شاء الله بأبطال السوبر. من سيدات السلة إلى سيدات الطائرة، طبعا فتيات الذهب بقيادة كابتن حمدي الصافي تدريبهم النهاردة أيضا الساعة 6 مساء. مفيش أي غيابات في الفريق الحمد لله، مفيش أي إصابات. كابتن حمدي لسه طبعا الجدول مش ثابت، مش موجود بشكل واضح، لكن هو بيستعد وبيحاول يخلي لعيبته كلهم بشكل يعني استعداد تام إن هم يكونوا مستعدين لأي ماتشات قريبة إن شاء الله وللموسم الجديد. من سيدات الطائرة إلى سيدات كرة اليد، امبارح بقيادة كابتن يحيى يوسف فازوا على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 38-19، ده ضمن منافسات الدوري طبعا. بنحب نبارك لهم وان شاء الله مزيد من النجاح والفوز. اما بالنسبه لكره اليد رجال بقياده كابتن طارق محروس تدريبهم النهارده ان شاء الله الساعه 4، ده بعد طبعا الراحه اللي كانوا خدوها بعد فوزهم على نادي الزهور في الدوري. هم دلوقتي بيستعدوا، تدريباتهم هتكون استعدادا لماتش طلاع الجيش ان شاء الله يوم 11 نوفمبر القادم، ده طبعا بعد ما اللعيبه تكون رجعت او بعد ما يكتمل صفوف الفريق بعد المنتخب الوطني ان شاء الله. ده كده كان حصاد اليوم الرياضي بالنادي الاهلي، بتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق الرياضيه وخاصه فريق كره القدم النهارده ان شاء الله. ان شاء الله نشوف استعدادها وانطلاقه قويه جدا من فريقنا ان شاء الله اللي تبشر ان شاء الله انه الدوري ان شاء الله في الجزيره. بشكركم جدا وعودة اليكم مره ثانيه في الاستوديو. تفضل. تغطيه اكثر من رائعه يا منى، حقيقي شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه، نورتينا. طيب نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريده الجمهوريه والزميله العزيزه مريم سميح اللي هنتابع معاها اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع، وكمان هيكون ليها لقاء مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه. صباح الفل عليكي وصباح الفل على ضيفك الكريم، اتفضلي سامعينا. صباح الخير عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهاوند وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وتتجدد جولتنا الصحفية من داخل مقر جريدة الجمهورية. خلينا الأول نستعرض العناوين اللي إن شاء الله هنناقشها خلال هذه الجولة مع الناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. العنوان الأول من جريدة المساء، الأهلي والإسماعيلي كلاسيكو ناري، ومن اليوم السابع إجراء قرعة كأس مصر لليد اليوم، ومن روسيا اليوم هل حسم صلاح مصير الكرة في الرمق الأخير بعد الثلاثية التاريخية، وأخيرا من صحيفة الشرق الأوسط المباراة أمام توتنهام فرصة أخيرة لسولشاير ليبقى مدربا ليونايتد. طبعا هنتناقش في كل هذه العناوين مع ضيفنا العزيز الأستاذ حسام الغرباوي بجريدة الجمهورية. طيب أستاذ حسام، خلينا نبدأ طبعا الأهلي والإسماعيلي النهاردة. يمكن مباراة الأهلي والإسماعيلي دايما بيبقى ليها طابع خاص، يمكن يعني ما نقدرش نتكلم عليها غير أن هي بتبقى مباراة ايضا قمه. يعني يمكن كمان الاهلي داخل بمعنويات مرتفعه بعد طبعا التاهل لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، شايف المباراه النهارده ازاي؟ طبعا المباراه هتبقى قويه جدا خاصه ان هي في المرحله الاولى من الدوري، والاكيد الفريقين بيحتاجوا لدفعه قويه في جدول الدوري بحيث ان هم كل فريق بيبقى عايز يحصل على الثلاث نقاط. ولكن طبعا رغم قوه المباراه وتاريخهم بعد الاهلي والزمالك بتبقى من اقوى المباريات،
فبنلاقي طبعا ان تاريخ الاهلي بيتفوق بصراحه كتير عن الاسماعيلي، فمثلا هم في مواجهات ما يقرب 175 مواجهه تفوق فيهم الاهلي ب 65 مواجهه مقابل 22، الى جانب يعني احنا بنلاقي حتى الاهلي حقق كتير من المباريات المتميزه، حتى احنا في خلال اواخر الخمسينيات الاهلي قدر يتغلب على الاسماعيلي بثمان اهداف، منهم الكابتن الراحل صالح سليم احرز سبع اهداف، وفي 2004-2005 كانت برضو مباراة قوية تغلى فيها الأهلي بسبع أهداف، فطبعا ده يدل أن قوة هذه المباراة ما بين الأهلي والإسماعيلي، وإن شاء الله احنا نشوف مباراة قوية، هو ده اللي أنا بتوقعه، خاصة الإسماعيلي هيحاول طبعا يرد بقوة والأهلي عايز يحافظ على عرش، فنتمنى إن شاء الله مباراة قوية إن شاء الله. ان شاء الله. طيب النهارده يعني اجراء قرعه كاس مصر بحضور ممثلي الانديه ل يعني في المقر الجديد للاتحاد، شايف البطوله ممكن تكون ازاي في الموسم الجديد؟ طبعا ان شاء الله البطوله هتبقى فيها هيبقى مشارك فيها 18 نادي ان شاء الله، باذن الله هتبقى من مجموعه واحده، هنحاول ان شاء الله ان سته يصعدوا للمنافسه من دورتين، بحيث ان هم يختاروا الاربعه اللي هم في الاخر هينافسوا على اللقب، وال12 بين هيبقوا من مجموعتين، بحيث ان هم يحددوا الهابط الى جانب طبعا المرتبط، فبنتمنى طبعا تبقى مسابقة قوية جدا، لأن ده كل ده بيصب في صالح منتخب مصر، لأن طبعا احنا بنختار عناصر قوية، خاصة بعد بقى منتخب مصر من أقوى المنتخبات على مستوى العالم، فإن شاء الله نتمنى بإذن الله يعني للاتحاد الموجود إن شاء الله التوفيق وجميع الفرق بإذن الله. إن شاء الله. يمكن العنوان الثالث بيتكلم عن صلاح ومصيره في يعني الكرة الذهبية اللي هتقام إن شاء الله يوم 29 نوفمبر المقبل، يمكن جميع الصحفيين يعني انتظروا حتى مباريات يوم الأحد تنتهي، وطبعا شفنا صلاح أدى فيها أداء كبير بعد الهاتريك أمام مانشستر يونايتد، يعني عايزين نتكلم هل ان صلاح فعلا ممكن يقدر ان هو يفوز بالكره الذهبيه امام النجوم الكبار، عندنا كريستيانو عندنا ميسي يعني بنزيما، في نجوم كبار امام صلاح. طبعا محمد صلاح يعني هو يستحق الجائزه، ولكن طبعا بتبقى في اعتبارات ثانيه، محمد صلاح هو طبعا بيتصدر الهدافين ب 10 اهداف في الموسم الحالي، هو من اقوى اللاعبين العرب والافارقه اللي هم انضموا لفريق انجليزي، حقق معاه مثلا ان هو بقى قوي بشكل في وسط الدوري، من لان هو اخر مباراه مع مانشستر يونايتد 5-0 كان هو اللي بيقودها، اول لاعب ان هو بيحقق الهاتريك ما حصلتش قبل كده، بنلاقي ان هو محقق ما يقرب من 32 هدف في البطوله كلها، محقق 107 هدف متفوقا على ديديه دروجبا، ده يؤكد ان هو احقيته، ولكن طبعا في بعض الاعتبارات ان هم بيقولوا مثلا ان هذا العام في الدوري الاوروبي ان هو ما حققش اللقب وخرج من الربع النهائي، ولكن طبعا هو كلاعب بيستحق لانه حقق كتير قوي مع ليفربول، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله وهو احق بيها. اخيرا عايزين نتكلم يعني مباراه توتنهام، يمكن عايزين نتكلم ان سولشاير في موقف لا يحسد عليه، ناس كتيره اتكلمت في الوسط الكروي ان هو يمكن يكون كان رحيله قريب جدا، خاصه بعد النتيجه طبعا المذله امام طبعا ليفربول. مباراة توتنهام ممكن ازاي سولشاير يعني يعدي فيها او يكون في فرصة ان هو يعني يستمر كمدرب لمانشستر؟ شيء طبيعي ان هم مش مديله الفرصة دي، بس في ثلاث فرص يعني ما بين توتنهام واتلانتا ومانشستر سيتي القادم، دي تعتبر باكج كده ان هو ما ينفعش ان هو يخسر فيهم، وهو المفروض طبعا ان هو يقدر معاه عنده عناصر قوية جدا، يعني افضل مدافع في العالم فاران من المنتخب الفرنسي من ريال مدريد انضم للفريق الى جانب كريستيانو رونالدو، فهو عنده اقوى عناصر في الدفاع واقوى عناصر في الهجوم، فطبعا لو ما قدرش ان هو يستغل ده طبعا هم اكيد ان هم هيفكروا في مدربين اخرين، وان كان ان هم ابتدوا من دلوقتي يفكروا مثلا على سبيل المثال كونتي وزين الدين زيدان، بحيث ان هو يبقى في مقدمه المدربين، فطبعا هو طبعا وفكره، وخاصه ان هو بقى له 3 سنين، فهل هو وقدرته على اللي هو استغلال العناصر اللي عنده بحيث ان هو يفوز بالثلاث مباريات او لا، فدي هتتوقف على المباريات اللي احنا هنشوفها ان شاء الله.
بشكرك جدا استاذ حسام، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. ده طبعا كان حوارنا وتحليلاتنا لكل العناوين الصادره صباح اليوم الاربعاء من داخل مقر جريده الجمهوريه. بشكركم جدا، كلمه ليكم مره اخرى. شكرا لك زميلتنا العزيزه مريم سميح، وكل الشكر للضيف الاستاذ حسام الغرباوي، وطبعا الشكر برضه موصول لزميلتنا العزيزه من ابراهيم المنضمه لينا النهارده في اول يعني يوم ليها تقريبا كده برضه. صحيح، نورتي القناه. خلينا بقى نروح للخبر اللي احنا اتكلمنا عنه برضو امبارح، لكن في جديد. في اتكلمنا عن الاعتداء على مدرب برشلونة رونالد كومان بعد خسارة فريقه أمام ريال مدريد 2-1. كومان كان قال بقى هنا ده الجديد في تصريحات صحفية، إن الأشخاص اللي أساءوا ليه بعد نهاية الكلاسيكو لا يعرفون ما هي الأخلاق والقيم. وكمان النادي الكتالوني أصدر بيان شجب للأعمال العنيفة والإصدراء ضد كومان، أحد طبعا أساطير النادي اللي ساهم يعني بشكل كبير جدا، وكان ليه لعب في الصفوف كمدافع كمان، واشتهر بتسديداته الصاروخيه. فهو رجل له تاريخ، ويمكن دلوقتي النتائج مش مرضيه يعني للجماهير، لكن ده ما يبقاش مبرر ابدا. يعني كلنا ضد مثل هذه التصرفات واي اعمال عنف بتتم. كمان خليني اقول لحضراتكم، انتقد الايطالي انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الاسباني مجموعه من جماهير نادي برشلونه اللي اعترضت زيارة كومان، وقال ان دي قلة احترام، واكد انه ضد اي عنف او اهانه. وما اعتقدش بس انشيلوتي هو اللي ضد اي عنف او اهانه، اعتقد كلنا ضد يعني مشاهد او تصرفات زي دي ان هي تحدث في اي مجال، خاصه المجال الرياضي. احنا بنتكلم المفروض ده بيكون المجال اللي احنا بنتعلم منه، قالوا بيبقى بيضرب مثل يعني طبعا في الاخلاق وغيره، دي رياضه مفروض. فاعتقد يعني بس هو بيضربوا المبدا بتاع الروح الرياضيه جدا حاجه. وبرده هرجع اقول تاني اللي انا قلته وقت ما قلنا الخبر ده، اعتقد يا امبارح يا اول، يعني الموضوع برده انا مستغرباه شويه، لان مش ده يعني دي مش عاده الجماهير برده في اسبانيا. يعني مش كده، ممكن يكون جماهير او الانجليز شويه عندهم العنف ده، بس الاسبان مش متعودين منهم ده، فالموضوع غريب شويه. وقع مؤسفه على كل الاحوال. طيب نروح بقى معاكم على اسكتلندا، حيث نادي رينجرز اللي أعلن وفاة مدربه الأسطوري وطبعا مدرب المنتخب الوطني السابق وولتر سميث عن عمر ناهز 73 سنة، واللي يعتبر ثاني أنجح مدرب في تاريخ رينجرز بعد بيل ستروث اللي حقق معاهم 30 لقب. لكن سميث قاد الفريق للفوز ب 21 لقب خلال فترتين ليه في النادي، الأولى كانت بين عامي 91 و98، والثانية بين فترة من 2007 إلى 2011. ابتدى سميث مسيرته في عالم الكرة المستديرة كمدافع، وخاض أكثر من 200 مباراة لصالح نادي يونايتد، حيث تحول إلى التدريب تحت قيادة جيم ماكين في سن 29 عام، ده بعد ما أجبرته الإصابة على الاعتزال المبكر وتسلم المهام الفنية في الفريق الأول لرينجرز عام 1991، وقادوا للفوز بسبعة ألقاب للدوري في 8 أعوام في نهاية موسم 2003 و2004. عين كمدرب للمنتخب الاسكتلندي، وسنة 2007 قاد رينجرز إلى القمة مرة جديدة، وأضاف إلى سجله ثلاث ألقاب أخرى للدوري، وفاز بالكاس مرتين وبلقب رابطة الأندية الاسكتلندية ثلاث مرات. طبعا كل ده بالإضافة إلى قيادته الفريق إلى نهائي كأس الاتحاد الأوروبي قبل أن يعتزل التدريب تماما في عام 2011. الفقرة الأولى خلصت، فاصل سريع جدا ونرجع نكمل مع حضرتك. الحواريه في حلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا لما بنتفرج كلنا على فيديوهات عالميه بنشوف من خلالها ماتشات ومباريات ومنافسات في هوكي الجليد، يعني الكل بيستمتع لان هي حقيقي رياضه ممتعه جدا لممارسيها وكمان لمتابعيها. ودايما بنقول ما معناه احنا ما عندناش ليه زي الجماعه دول،
بس من الواضح يا حضرات ان هي ابتدت تندع الحمد لله، وبقى عندنا هوكي جليد في مصر. طبعا الموضوع يستحق ان احنا نتعرف على كتير من تفاصيله من خلال ضيفنا اللي منورنا كابتن محمود غنيم لاعب فريق مصر لهوكي الجليد. صباح الفل عليك. صباح الفل. اهلا بيك. اهلا بيك، منور شاشه الاهلي. وزي ما كريم قال كده، احنا مش كلنا عارفين ان احنا عندنا اصلا هوكي جليد وصالات يعني الى حد ما مجهزه واستضفنا بطوله ولسه خلصانه، يعني موضوع كبير قوي. فيعني نسمع منك بقى كابتن غنيم. طبعا مصر معروف ان فيها الهوكي الارضي وهوكي الانزلاق، عندنا اتحادات وعندنا فرق كتيره ليها، لكن الهوكي الجليد ابتدينا الموضوع في 2002 عن طريق بعض الاجانب الكنديين طبعا اللي عايشين في مصر، ابتدوا يعرفوا الناس المتزلجين هنا في مصر على اللعبه، ابتدوا يعلموهم ازاي يلعبوها، ابتدوا يمدوهم بمعدات مضارب اللبس الحمايه. من هنا ابتدينا ان احنا عايزين نعمل فريق ونكبر اللعبه ونعرف الناس او المصريين عامه على اللعبه. 2015 ابتدينا نكون فريق، سافرنا اول بطوله عربيه في المغرب، كانت باستضافه المغرب وبحضور فرق من الجزائر وتونس ومصر. طبعا كانت اول مشاركه لينا. بعد كده قررنا ان احنا عايزين نتواصل مع المصريين اللي عايشين في الخارج، لان اللعبه طبعا معروفه جدا، يعني معروفه عالميا خصوصا في كندا وامريكا. اكتشفنا ان المصريين كتير جدا بيلعبوا اللعبه بره، مجنسين طبعا، يعني في منهم المصري الجنسيه ومعاه الجنسيه امريكيه، او هو من اب وام مصريين بس مولود بره. ابتدينا نتواصل معاهم، عملنا فريق كبير جدا، شاركنا في اول بطوله في مونتريال في 2016 او 2017، حققنا فيها المركز الثالث، كان فيها فرق من كندا وفرق من لبنان وفرق من المغرب. بعد كده ابتدى الموضوع ينتشر اكتر، ابتدينا نكون صداقات مع الاتحاد الكويتي والاتحاد الاماراتي، لان البلاد دي سبقانا للاسف، وعندهم اتحادات وعندهم ملاعب قانونيه. شاركنا في اول بطوله عربيه على في ابو ظبي في 2019، كان فيها فرق من الامارات، فرق من الكويت، من مصر، من تونس، من لبنان، واخرها بطوله من السنه اللي فاتت كانت في الكويت. دي كانت النسخه الثانيه. دوليه يعني ملحوظه. طب احنا عندنا بالمناسبه اتحاد مصري للهوكي الجليد ولا انتوا تابعين للاتحاد الهوكي العام؟ لا، حاليا ما فيش اتحاد، بس احنا معترف بينا من اللجنه الاولمبيه. لسه معترف بينا قريب، يعني من حوالي شهرين، ان فريق مصر هوكي الجليد هم الممثلين للعبه. يعني يتم الاعتراف دوليا بفريق ما لازم يكون تابع لاتحاد الرياضه دي في بلده؟ طبعا. ازاي الحكايه دي؟ لو تحت التاسيس ولا ايه؟ فاحنا يعني نعتبر تحت التاسيس، بنسعى طبعا ان احنا يبقى لينا اتحاد خاص بينا. فطبعا لازم يعني نكون او نكمل الشروط لانشاء الاتحاد داخل مصر على اساسه. طبعا لو في اتحاد نقدر بعد كده نخاطب الاتحاد الدولي الاي اي اتش اف ان احنا نشارك بعد كده في الاتحاد الدولي، نشارك في بطولات عالميه رسميه، نشارك في الاولمبيات الشتويه. ده هدف من اهدافنا، يعني مصر اخر مره شاركت في اولمبيات الشتويه سنه 82 تقريبا. من ساعتها ما فيش اي مشاركه لمصر في الاولمبيات الشتويه. كويس. طب احنا عندنا كم لاعب تقريبا؟ داخل مصر اكتر من 50 لاعب متزلج عنده المعدات بتاعته. خارج مصر طبعا احنا اكتر من 100 لاعب مصريين عايشين بيحترفوا يعني في الخارج؟ محترفين بره. اوكي، حلو قوي. على صعيد الملاعب، هل احنا في مصر عندنا ملاعب قانونيه؟ اصل طبعا يعني من المعروف ان رياضه هوكي الجليد زيها زي كتير من الالعاب اللي بتتفوق فيها الدول ذات المناخ البارد طبعا، واللي بيعتمدوا اكتر على العاب الصالات. وبالمناسبه احنا برضو خلينا سابقه في الاطار ده. يعني احنا على صعيد الهاندبول مثلا طبعًا. لا، عملنا شغل عالمي وابهرنا العالم كله، علما بان في دول اوروبيه اللي هي ذات مناخ بارد اللي تعتمد في المقام الاول على الصالات المغلقه، احنا تفوقنا عليهم. حتى في تنس الطاوله، يعني دول شرق اسيا برضو معروفه قوي بريادتهم في هذا الاطار، ابتدى برضو يبقى عندنا ابطال ما يقلوش. ده فعلا. فاحنا ممكن نحذو نفس الحذو ده. اكيد طبعا، لان في دول عربيه ابتدت اصلا تاخد الخطوه من بدري، سعوديه، الامارات،
الكويت كلها يعني مناخها يعتبر يعني اكتر حراره من مصر. صحيح. والموضوع كله بيعتمد على الملعب ان هو بيبقى مكيف ومقفول، فمش مش محتاج ان انت تبقى الدوله مناخها بارد زي كندا او امريكا. حاليا في مصر مفيش اي صالات للاسف قانونيه، كل الصالات اللي موجوده بنلعب في الصالات اللي هي الصغيره اللي بتبقى في المولات اللي هي بتاعت السكيتنج يعني؟ بتاعت السكيتنج كحل مؤقت لغايه لما نقدر نتواصل مع مستثمرين يقدروا يبنوا لنا ملعب. هي بتكلف جامد يعني الملاعب دي؟ يعني التكلفه طبعا كبيره، لان مساحه الملعب 60 متر في 30 متر، طبعا لازم تبقى عندك لو هتعمل ملعب هتحتاج استاد، هتحتاج يعني لغايه حوالي 5000 كرسي يعني مثلا. المشاهد اللي احنا شايفينها دي من واحد من المولات، دي واحد من المولات. طب اللي يخلي مول تجاري عنده قدره ان هو يعمل ملعب حتى ولو كان على مقاسهم يعني، بس يحافظ ويسيطر على درجه الحراره، ما بالك بقى لو فعلا في اتحاد بيرعى هذه الرياضه وبقى عندنا لعيبه زي ما انت بتقول مميزين جدا وواعدين كمان. فيعني من باب اولى يبقى فعلا عندنا ملاعب قانونيه مظبوطه. طبعا طبعا، هي خطوه ممكن فعلا تكون الفتره اللي جايه مهمه ويتم التركيز عليها. طب خليني اعرف، انتوا يعني كمان البطوله الاخيره دي كان برضو سياده الوزير مشارك معاك وكان يعني داعم الى حد كبير، خليني اعرف الحوار اللي دار برضو، هل هو بيتكلم ان ممكن قدام يبقى الخطوه دي فعلا تطبق على الارض ولا اكيد ايه؟ اكيد طبعا، يعني ان احنا اتكلمنا مع وزاره الشباب والرياضه واتكلمنا مع اللجنه الاولمبيه ان احنا عايزين نكبر الالعاب الشتويه عامه في مصر. حلو. وخصوصا الهوكي. فطبعا عشان يعني نقوم بالخطوه دي محتاجين لازم ملعب قانوني، فلما تيجي طبعا من المسؤولين هتبقى خطوه كويسه جدا، على عكس طبعا لما احنا اللي نخاطب المستثمرين كفريق صغير لسه تحت الانشاء. بيحصل في المباريات اللي انتوا خطوها سواء في يعني بطوله مصر الدوليه الهوكي الجليد اللي اقيمت خلال الايام اللي فاتت، هل حصلت اي مشاهد من اللي احنا متعودين نشوفها في مباريات اوروبا في هوكي الجليد، ان مفيش مباراه يعني احنا انا ونهواد بقى لنا بتاع سنه ونص اهو في البرنامج، ما في مره واحده زعنا فيها خبر متعلق بمباراه هوكي الجليد غير لما لازم نشوف وصل لقطات مطحنه وخناقه الرب السماء طبعا بين الفرقتين. طبعا هو مش كل احنا بالمناسبه ليه دايما كده؟ لا هو هي اللعبه الرياضه فيها زي بيسموه نديه. مسموح في بعض الدول او بعض الدوريات المحترفين طبعا في امريكا بالفايت في خلال الماتش بيحصل ان بيبقى فيه فايتات، بيبقى فيه احتكاك طبعا، خبطات في السور، خبطات بالجسم. لا كل دي بس كل ده على معجنه الضرب اللي بين ايوه بالظبط يعني. ما هو ده اللي بيحصل بره. اوقات بيبقى فيه يعني لقطات فيديوهات معانا اللعيبه بتتخانق مع الجماهير بيضربوا. لا لا حصلت بره، حصلت بره فعلا. طبعا يعني ما طبيعي اي لعبه بيبقى فيها الجماهير متحمسه فيبتدوا ينادوا على اللعيبه. طب احنا عندنا بيحصل. ايه المشهد بقى لما يبقى في المول الناس احنا بتشجع طبعاً مبسوطين؟ احنا متحكمين شويه في الموضوع ده، ان احنا مش عايزين احتكاك، عايزين نوري مشهد حلو، يبقى فيه نديه في اللعب في المستويات طبعاً. لكن ما يبقاش فيه احتكاك، مش عايزين نوري الصوره بتاعت بره اللي هو الخناقات طبعاً. ان احنا ما وصلناش لسه للمرحله دي قوي يعني. ان شاء الله ربنا يكرمنا ويوصل يعني يوصل في منتخبنا او فريقنا للنقطه دي. انا عايز اسالك برضو على متطلبات الرياضة دي بصفة خاصة، إيه؟ هل بتعتمد على القوة البدنية ولا بتعتمد على السرعة والليونة والمرونة؟ بتعتمد على سرعة رد الفعل يعني، وخصوصاً أنت أنا مش عارف بتبقوا شايفين أنتوا بتسموه إيه؟ القرص؟ القرص القرص ده بتبقوا شايفينه إزاي بالحاجات اللي على راسكم يعني؟ إيه طلباتها؟ طيب هو غير طبعاً الفتنس العالي جداً، لازم اللعيب يكون على مستوى عالي من الفتنس وقوة بدنية طبعا، يقدر يقف على رجله، يقدر يستحمل، يقدر يبقى شايف حواليه الملعب، غير ان هو يبقى متأقلم مع اللبس، لان طبعا لازم يبقى لابس حماية من فوق يعني من اول الخوذة لغاية الحامي للشست للشين جارد، كل ده طبعا فلازم يبقى عنده الادابتيشن يعني مع الكلام ده كله. طب كابتن غريم انا عايزه اروح لنقطه، انا دايما بحب التفكير اللي هو ماركتنج يعني. انا دلوقتي
عايز اروج للعبه دي، فانا عايز عشان اروج ليها وتتم عندي يعني في مصر وتكون بشكل كمان زي الخارج، عايز فلوس. طب انا لو عايز فلوس ليه ما فكرتوش تجيبوا سبونسرز؟ طب انا لو هجيب سبونسر لازم ان انا اوريه اللعبه دي قد ايه ليها جماهيريه وبروميسنج ازاي في مصر. فهي ليها يعني دي طبعا سيستم كده او حاجات سهله على فكره، مش صعبه. أكيد طبعا. وخصوصا لما تبقى رياضه جديده في ناس بتبقى متحمسه لحاجه جديده ان هي تبقى سبونسر في بدايه حاجه لسه بتنشا وبتاع، فليه ما فكرتوش كده؟ يعني ممكن ده يبقى بيخفف شويه العبء من على وزاره الشباب والرياضه، ان يبقى في بادجتس. انا عارفه الموضوع ممكن يكلف ملايين لصالات الجليد يعني. طبعا يعني دي طبعا اكيد في يعني واخدنا في الاعتبار. حتى البطوله الاخيره احنا دخل معانا حوالي 20 سبونسر داخلين، مش بس بفلوس، لا بالادوات او بال احنا مثلا عايزين نعمل كوفرز، عايزين نعمل باك دروب اللي بيبقى عليها اللوجوز بتاعت الشركات، عايزين شبك حمايه حوالين الملعب، عايزين ميداليات نقدمها للاعبين. فدخل معانا سبونسرز كتيره كمساهمه معاهم وفي نفس الوقت كدعايه ليهم خاصه. لكن المضارب والملابس والخوذ، المضارب والملابس دي طبعا ملكيات خاصه. طبعا بالاضافه ان طبعا الفرق المشاركه لينا من الخارج بيساهموا معانا جدا. هو الفرنشيب ليج او جامعه الصداقه هم اللي اقترحوا البطوله دي. كل سنه بيعملوها في كل دوله سياحيه عندها لعبه الهوكي، بس مش على قدر زي كندا. بيبتدوا يتواصلوا مع الفرق المحليه، بيقولوا لهم احنا عندنا فريق عايزين نيجي نعمل معاكم بطوله وديه، وفي نفس الوقت نقوم بالحاجات السياحيه اللي داخل مصر او داخل البلد يعني. ومنهم بيساعدوا الفرق الصغيره دي بالمعدات، كل المعدات، لان المعدات طبعا بالنسبه لهم سهله وبالنسبه لهم طبعا رخيصه، فبيساعدونا بيها. في نفس الوقت احنا بنستضيفهم هنا وبنساعدهم ان هم يروجوا للسياحه داخل مصر. طيب عايزين نتكلم عنك انت بقى شخصيا وعن بدايه ممارستك لهوكي الجليد. جت الحكايه ازاي، وخصوصا ان هي مش لعبه دارجه قوي؟ ويعني قصتك مع اللعبه دي ابتدت ازاي؟ انا ابتديت من زمان قوي يعني، من وانا سن 10 سنين تقريبا مارست لعبه هوكي الانزلاق. دي مختلفة شوية في ان هي بتتلعب على بتناج على ملعب بلاط. اللعبة دي ليها اتحاد، ليها فرق، ليها منتخب. يعني طبعا بحكم ان انا كنت بلعب اللعبة دي كنت متابع هوكي الجليد وحاببها اكتر، لان هي اللعبة اسرع وفيها فتنس اعلى وفيها اللي هو بيسموه الادريالين رش، فحبيتها اكتر. بس للاسف ما عرفتش ان في اي فرق لغايه 2015 عرفت ان في فريق مصري بيلعب جوه مصر في الصالات الصغيره، شاركت معاهم. ابتدى الموضوع ان احنا في بطولات، خلاص ماشي، اللي عنده امكانيه ماديه ان هو يسافر ويشارك في البطوله تمام مفيش مشكله. طيب حابب تخش معانا في الاداره، حابب نكبر الموضوع؟ اكيد طبعا. حاجه تشرفني طبعا ان انا اكبر الموضوع وان احنا يبقى لينا اتحاد ولينا ملعب. فالموضوع ابتدى لسه بتمارسها لغايه دلوقتي؟ لغايه دلوقتي بمارسها. اوكي جميل. تحس هو بيتكلم فيه باشن يعني. انت بتحب حاجه من الحاجات اللي فعلا بحبها، ويعني الواحد لما بيحب حاجه بيبذل فيها كل مجهود، ويعني سواء عرق او فلوس. وممكن انت تكون السبب فعلا ان اللعبه تدخل مصر بشكل بقى يعني عن طريق اتحاد، ويعني بشكل يعني احترافي زي اي دوله ثانيه عندها يعني، حتى دول الخليج يعني نجحت في ده يعني. طب انا عشان الوقت بيجري انا عايز اسالك برضو يعني، هل اللعبه دي ممكن في يوم من الايام يبقى فيها برضو يعني عنصر نسائي، ولا اللعبه ده طبعا هدف اكيد من اهدافنا عشان هو في العالم اتحاد اصلا ولا لا؟ طبعا. يعني كل دول العالم اللي عندها اللعبه عندهم اتحادات، موجود عندهم فريق رجال فريق نساء وفريق اطفال تحت السن، بس ما بيلعبوش ضد بعض. ما بيلعبوش ضد بعض، بيبقى ليهم مجزره. لا بس فيها الضرب البطوله اللي لسه خلصانه امبارح كان معانا 3 بنات مشاركين من فرنسا ومن امريكا ومن المانيا، فكان معانا عنصر نسائي، وعندنا بنات بتلعب اللعبه يعني مصريين داخل مصر. فلا اللعبه معروفه، احنا ما سبناش يعني. حاجه ما لعبناهاش بصراحه. لا طبعا. ودي حاجه كويسه على يعني. احنا حتى عندنا فريق الفيجر سكيتنج اللي هم التزحلق الفني على الجليد، ليها شعبيه وليها لاعبين بنات كتير يعني.
يعني الرياضات الشتويه مش مقتصره بس على الهوكي، في رياضات اكتر كمان. فالواحد ممكن يدخل يبتدي الموضوع كتزلج وبعد كده يبتدي يتخصص بقى. وانت طالما عندك هذا القدر من الشغف تجاه الرياضه دي وفي نفس الوقت يعني شايف ان الاجواء المحيطه مش متساعد قوي ان انت يعني ايه تخطو خطوات الى الامام في هذا الاطار، ما فكرتش ولو مره ان انت مثلا تسافر بره وتحترف في هذه الرياضه طالما بتحبها للدرجه دي؟ الاحتراف ربنا يفرجها من عندك وتتظبط الامور في مصر. لا، هو الاحتراف للاسف يعني اتاخر الموضوع شويه في السن بالنسبه لي، لان برضو انا ابتديت في اللعبه متاخر جدا، يعني ما بقاليش حوالي 5 أو 6 سنين. انت عندك كام سنه؟ 35 مثلا؟ 33. 33؟ نعم 33. فاللاعبين بره المحترفين بيبتدوا من سن صغير جدا، من حوالي 5 أو 4 سنين كمان، فاللي هو بمجرد ما يبتدي يحط الجزمه في رجله. طبعا. على ذكر الجزمه، انتوا ازاي بتعملوا البالانس ده؟ ما دي حاجه من الحاجات، الجزمه فيها سكسكينه من تحت وماشي على سيفك. انت عمرك ما جربت سكيتنج؟ جربت مره، فرجت عليا امي، لا اله الا الله والله، في واحد من المولات على فكره بالمناسبه برضه اللي في المعادي صح؟ لا، كان في مدينه نصر. والكلام ده من زمان. عايز اقول لك كنت فرجه كل الحدود. لحضرتك تنورنا، وانا اللي هعلمك. هتنبسطوا قوي، هتنبسطوا. طب والله احنا ممكن نعمل تقرير. طب والله العظيم انا وكريم انا عندي استعداد تقرير، ده هيبقى جميل. تاني يوم بقى انا جاي لك بقى معلق ايه ايه لا خالص، ما انا مش هسيبك تقع، هبقى مسندك طول الوقت، ما تقلقش. طب تصدق بقى هنعملها نظبط مع الفريق الاول. ما تسعيش في الحكايه دي. جميل. طب بتحلم بايه يا كابتن محمود؟ يعني في الرياضه دي نفسك يعني، سواء على الصعيد الشخصي، هل متخيل مثلا نفسك اداريا مثلا او فنيا مسؤول عن منتخب مصر في يوم من الايام؟ ده حلم من احلامي طبعا، ان انا يكون مسؤول عن اول منتخب مصري، ويكون عندنا منتخبين مصري رجال وسيدات. حلم ان يكون عندنا اول ملعب في مصر قانوني، ده هيبقى اول ملعب في شمال افريقيا. افريقيا كلها ما فيهاش غير ملعب واحد في جنوب افريقيا. نقدر نستضيف بعد كده الدول العربية، نقدر نستضيف بطولات، نعمل أول بطولة أفريقية تبقى في مصر. كان حلم من أحلامنا مع جمعية، هي جمعية خيرية أمريكية بيساهموا برضو في رياضة الهوكي، إن هم عايزين يعملوا أول ماتش هوكي أمام الأهرامات، زي ما شفنا ماتشات كتيرة للسكواش. كان عندهم تخيل وعندهم فكر ان احنا ليه ما نمدش مصر طبعا، فهم محتاجين بادجت. طبعا. فحتى هم حاطين على الفيسبوك بيج بتاعتهم تخيل المنظر، الاهرامات وقدامها ملعب الهوكي، اكيد هيبقى جميل. ان احنا نستضيف فرق كبيرة من كندا او امريكا يلعبوا مثلا ماتش نهائي في مصر. فكرة هايلة، يعني تحت تندرج تحت السياحة الرياضية العالمية اللي هتعمل ماركتينج بشكل، كمان لو بتتكلم عن الأهرامات، دي فكرة حلوة جداً على فكرة، بس يعني هتكلف برضو قوي. احنا اوريدي ابتدينا نتكلم مع كذا حد من المسؤولين، اتكلمنا مع وزارة السياحة، القطاع السياحي في وزارة الشباب والرياضة، فكلهم عندهم فكرة عن الموضوع. بس طبعاً يعني العائق للاسف البادجت طبعا كبير جدا. بس دي انت ممكن تروح مش بس وزاره الشباب والرياضه، دي وزاره السياحه وزاره الاثار. يعني هيبقى في كذا وزاره كلهم المفروض يبقوا داعمين، لان انت بتستفيد منها بعد كده من كذا زاويه، مش من حاجه واحده. اكيد. لا بس اعملها بجد كابتن غنيم، والله فكره يعني فعلا فكره حلوه، بس سر ان انت تنفذها ان شاء الله. ربنا يوفقك باذن الله. انبسطت جدا بوجودك معانا، وربنا يديك كل التوفيق وان شاء الله تحقق كل احلامك باذن الله. ومنتظركم في اي يوم. خلاص التقرير ده هيتعمل. التقرير يحصل على هو ده اللي انا خايف منه. لا واعلمك التزلج ده انا هنسيك انت التزلج. لا ما تقلقش، نورتنا كابتن محمود، شكرا جدا لوجودك معانا. هنطلع فاصل لحضراتكم ونرجع بقى نتكلم باستفاضه عن لقاء الاهلي والاسماعيلي من خلال تاني فقرات الحواريه. اتفضل. ضربه البدايه خلاص لمسابقه الدوري بالنسبه للاهلي هتكون النهارده امام فريق كبير واكيد زي الاسماعيلي، ومباراه اعتقد مش سهله. يعني اللي يقول لك لا الموضوع خلصان، مش اسمها كده خالص. يعني احنا هدفنا اكيد الثلاث نقاط، يعني زيها زي كل مباراه في المسابقه بنتكلم لاستعاده اللقب المحلي. هنتكلم في كل ده وعن شكل المباراه والرؤيه الفنيه ليها، وكمان اكيد ملف المنتخب مش هيخلو يعني من الحديث عنه مع كابتن صديق جمال نجم الاهلي السابق. بونجور قوي.
صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير كريم. صباح الخير نواد. طبعا يعني الدوري بقى الموسم الجديد كل سنه وحضرتك طيب ابتدى بالفعل اول امبارح وشكل الدوري هيبقى حلو لان البدايه كانت حلوه وشفنا مباريات قويه وغزاره تهديفيه خصوصا طبعا في ماتش الاتحاد وسموحه. ف يعني رؤيتك ايه بقى للموسم ده في ظل البدايات القويه اللي احنا شاهدناها اليومين اللي فاتوا؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم البدايه مبشره بدايه من القرار اللي هو حضور الجماهيري ده حاجه كويسه جدا جدا بيدي باور وبيدي دفعه وبيدي يعني شكل جمالي للمباريات. طبعا البدايه سخنه زي ما بيقولوا مباريات اللي اتلعبت مباراه كبيره جدا واحرز فيها اهداف كتير ومباراه سموحه زي ما حضرتك اتفضلت والاتحاد مباراه كانت 4-1 لسموحه وقدر الاتحاد يعمل ريمونتادا ويرجع تاني للمباراه 4-4 دي بقى مباراه على الارض مباراه كويسه جدا طبعا. البنك كسب 3 المقاولين ربح اول ماتش ليه في الدوري الزمالك ربح 2 امبارح الفرق بدايه قويه جدا جدا انا شايف ان الدوري السنه دي هيبقى مميز كمان الاضافه لحضور الجماهير لان دي نقطه عظيمه الجماهير بتدي باور وبتدي يعني ايه انتعاشه للعيبه والمنظومه كلها حتى بشكل الملعب ما فيه جماهير غير ما يكون ملعب فاضي طبعا. فانا شايف البدايه هتبقى قويه جدا جدا وبرده الملفت للنظر في 7 لعيبه اجانب في سموحه وفي الاتحاد وفي المقاولين احرزوا اهداف في الاسبوع الاولاني دي برده حاجه مبشره ليهم هم لان انت عارفه مصر محطه كبيره جدا جدا للعيبه الافارقه اللي عايزين يطلعوا على اوروبا واللي عايزين يبقى ليهم السعر بتاعهم يعلى المسابقه بتاعتنا مميزه من ضمن المسابقات القويه جدا جدا في المنطقه يعني فشايف دي برضو حاجه ملفته للنظر اكتر من لاعب افريقي سجل في اول اسبوع حوالي 7 لعيب انا شايفها هتبقى بدايه قويه ان شاء الله باذن الله حلو جدا لا بس انا عايز اركز على الفرق الصاعده شويه يعني نتكلم ايسترن كومباني وفيوتشر وفاركو يعني برضو في كده حاجات زي ما بتقال بروميسنج يعني واعده فعلا برضو كلمنا عن هنا فكره ان فرق تصعد وبتلعب حلو يعني فعلا عندهم كمان نماذج حلوه جدا وممكن بعد كده يروحوا اماكن كمان افضل يعني خليني اعرف وجهه نظرك في ده الماتش بتاع فاركو اتفرجت عليه الفرقتين كويسين جدا جدا بصراحه فيوتشر عملوا مباراه كبيره جدا طبعا قدر كابتن علي ماهر يحرز هدف وعرف يتعامل مع مباراه الشوط الثاني الشوط الاولاني كان مجدي عبد العاطي تعامل مع مباراه بكفاءه عاليه جدا حصل تغييرات تكتيكيه للكابتن علي ماهر وتغييرات من بره من على البنك دي فرقت معاهم وقدر يحصد 3 نقاط شايف الفريق برضو عمل تدعيمات جامده جدا لان كل الفرق حضرتك لما تتفرج على المباريات هتتلخبطي شويه على بال ما تاخدي على الجو الاسبوعين ثلاثة الاولين لان كان في فريق في لعيبه معينه بصت اتنقلت لفرقه ثانيه فرقه ثالثه راحت فرقه رابعه حصل تنقلات بين الانديه احنا في عصر الاحتراف فعملوا تدعيمات كبيره جدا جدا فهتتلخبطي لما تحفظي لان في فرقه كان فيها 6-5 لعيبه راحوا فرقه ثانيه فرقه ثانيه راحت فرقه ثالثه على بال ما الواحد انا بقوله هتلاقي كل شويه بيبقى في يعني تصعيد حتى للعيبه وانتقالات وفي امكانيات عاليه جدا بدليل ان هم اللعيبه داخله بعقوده كبيره والفرق اللي هي هتدي رونق برضو للدوري المصري الفرق الشركات يعني فاركو عندهم امكانيات عاليه جدا جدا فيوتشر عندهم دعم مادي حدث ولا حرج حتى لسه بقى ما تعودناش على اسم اسمه ايستر كومباني شركه الدخان عندهم برضو ماده وممكن يعملوا تدعيمات فالفرقه دي بتدي شكل وبتدي قوه للبطوله الدوري وكل ما بتجيب تدعيمات وتجيب لعيبه كويسه سواء اجانب او محليين بيبقى ليك على الارض معاك فريق قوي فانا شايف بصراحه اضافه وهيبقى في شغل كويس جدا جدا السنه دي باذن الله. تعالى بقى نروح على لقاء اليوم في الثامنه مساء ولقاء اللي هو بيسموه الكلاسيكو دايما بين الماتشات دايما الاهلي والاسماعيلي تبقى مباريات كلاسيكيه كده وليها خصوصيه شديده. بشكل عام كابتن بيتسو موسيماني يعني الى حد كبير هو مدرب تكتيكي بيلجا للهجوم في اغلب الاحيان ما عدا في بعض المباريات ويمكن كان ليها اعتبارات وظروف خاصه. يمكن الى حد كبير على عكس كابتن طلعت يوسف مدرب الاسماعيلي اللي برضو الى حد ما بيميل شويه للدفاع، فهل تتوقع ان هو اللقاء النهارده هيكون يعني هجوم ضاري من قبل الاهلي
ودفاع مستميت مع الاعتماد على الهجمات المرتده من قبل الاسماعيلي، ولا الدنيا ما تقدرش تحسبها كده؟ لا، بدايه كل فريق عنده استراتيجيه بيلعب بيها حسب انت هتلعب مين. ما انا لما بلعب فريق في مستوايا هلعب برضو ايه مفتوح وهاجم وبتاع، لما الاقي فريق اقوى مني يبقى الحرص كل الحرص. اول حاجه لقاءات الاهلي والاسماعيلي بتبقى مهمه جدا جدا اعلاميا، وعلى الارض فنيا بتبقى مباريات عاليه جدا بما يملك اللاعبين من امكانيات عاليه في الفرقتين. واحنا تعودنا كتير وحصلت قبل كده ان الاهلي والاسماعيلي لعبوا كتير في بدايه الدوري، ضربه البدايه بتبقى الاهلي والاسماعيلي. الحمد لله كان بنسبه كبيره التفوق كان لنادي الاهلي. المباراه دي لسه على الورق الاهلي حاجه والاسماعيلي حاجه، بس في ارض الملعب في متغيرات. نبدا بنادي الاسماعيلي، طبعا كابتن طلعت يوسف مسك الفرقه، حصل عندهم تدعيمات بسيطه، في لعيبه مشيت مميزه من عندهم. طبعا على حد فكري او المعلومه اللي عندي كابتن طلعت مش هيبقى موجود النهارده على البنك، لانه ربنا يشفيه يا رب، كان عنده شويه تعب وكده صعب يكون موجود. ربنا يشفيه. بس الجهاز المعاون ماشي بالخطه بتاعته الاستراتيجيه، هيلعب النادي الاهلي وهيحرص كل الحرص، بس ممكن مش هيدافع زي ما حضرتك بتقول، لان ده اول ماتش في الدوري، بس هو بيلعب بتوازن ان هو عارف المفاتيح اللعب بتاعه النادي الاهلي، وصعب يلعب مفتوح قدامه، بس هيلعب بحيث انه يحاول يقفل المساحات على النادي الاهلي، ما يديش الحاجات الامكانيات العاليه بتاعت الاهلي بالذات في الثلث الاخراني، هو حاول يضيق عليه. واكيد اكيد الاهلي عامل حسابه لكده. الاهلي جاي في انتعاشه بعد مباراه الحرس الوطني، كسبان ما شاء الله سكور، واللعيبه كلها شاركت واللعيبه كلها سجلت، وداخلين على البطوله مستعدين استعداد جيد جدا جدا بالتدعيمات اللي جت وبالناس اللي كانت اعارات ورجعت. الاهلي الحمد لله مكتمل يعني، بس الغياب الشناوي ان شاء الله يرجع بالسلامه. كابتن علي لطفي موجود هيأدي اللقاء، وزي ما هو لعب قبل كده في بطولات افريقيه وبطولات محليه. موسيماني حاطط خطه معينه للمباراه، بالبدايه ان شاء الله تكون موفقه وقويه جدا، لان الثلاثه بونت في بدايه المشوار بدينا باور اكيد طبعا. مفيش غير عن كده يعني، مفيش رفاهيه امر تاني يعني. ان شاء الله، لان الثلاثه بونت تمشي في المسيره بتاعتك اللي هي الهدف اللي انت بيتحقق لجميع النادي الاهلي وليك، ان هي المنافسه على البطوله من اول يوم. الموسم ده اصل مفيش مساحه بقى لنزيف النقاط اللي حصل الموسم اللي فات. لا ان شاء الله ما يكونش فيه نزيف، لانه بس يا كابتن كريم احنا كانت ظروف وملامسات ايه، بس ما هو ده اللي حصل. بس في كره القدم وارد فيها كل شيء طبعا. انا يعني زي ما بتقولي بركز، توفيق طبعا بتاع ربنا، بركز وبشتغل في الملعب وبجتهد، بعمل كل المطلوب مني فنيا وبدنيا وتكتيكيا في الملعب، واكون مستعد. النتيجه دي بتاعت ربنا، بس احنا طبعا هدفنا اللي احنا على طول بنتمنى ان هو يتحقق يعني المكسب طبعا. ومباراه مش سهله، مباراه قويه. الاسماعيلي مهما يكون ومهما الظروف اللي بيمر بيها هو النادي الاسماعيلي كورته كويسه، وبعدين بيلعب النادي الاهلي. ده كان برازيل مصر في وقت بيلعب النادي الاهلي. عارف لو بيلعب مع فرقه ثانيه، اما بيلعب مثلا مع دخان، بيلعب مع البنك، ترتيباته وحساباته ودخلته على المباراه غير ما داخل بيلعب النادي الاهلي. يعني ده من مباراة ده اي فريق والله يا كابتن صديق. يعني لا، مش بس والاسماعيلي بالذات. بص يا نهاوند، التاريخ بيقول كده، بيلعبوا قدام الاهلي كل الفرق بتلعب على الموت، بس الاسماعيلي كنادي برضه كبير وجماهيري، مباراه الاهلي دي بتبقى قويه جدا، بيبذلوا اقصى جهد طبعا عشان مش عايزين يطلعوا ان هم يطلع ينزل خسران بسكور بتاع كويس. ونفس الكلام الاهلي بيحترم اي خصم من اول الفرق اللي فوق لحد طبعًا. اخر فرقه في الدوري طبعا. التوفيق بتاع ربنا ومستر موسيماني زي ما قلت، في انتعاشه، فرقه كسبانه في الماتش بتاع افريقيا سكور، واللعيبه مركزه عالي جدا، والتدعيمات اللي جت ومن بره حسام حسن والمعارين عمار وعبد القادر والاثنين اللي هم الافارقه، ان شاء الله بيبقوا اضافه للنادي الاهلي. والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله باذن الله يكون الفوز حالفنا النهارده ان شاء الله. بس في نقطه بقى، حد يجي يقول احنا الشناوي مش هيلعب ووليد سليمان برده مش هيلعب وعندنا بعض برده المشاكل يعني، فهل ده هياثر ولا لا؟ وجهه نظر حضرتك ايه؟ كويس حضرتك فكرتني، الف سلامه طبعا للكابتن وليد، من اللعيبه الكبار طبعا وليه دور كبير في النادي الاهلي سواء كان في الملعب او بره الملعب. الف سلامه عليه. بالنسبه للكابتن الشناوي طبعا، هو الماتشات اللي فاتت كلها سواء المستوى المحلي او الدولي كان هو اللي بيلعب
رقم واحد في مصر. بس دي اصابه خارجه عن ارادته، دي حاجه بتاعت ربنا. كل انه مش متواجد الجماهير يعني ممكن واحد يكون قلقان سنه، بس الناس عندها وعي. يعني علي لطفي حضرتك لاعب مباراه مهمه جدا جدا في مسيره النادي الاهلي، بما فيهم لعب لقاءات قدام نادي الزمالك وتالق وكان مميز جدا جدا وصد ضربات جزاء، ماتشات الافريقيه اثبت وجوده، فهو ليه دور. لان النادي الاهلي الثلاث حراس الموجودين علي لطفي او مصطفى شوبير او حتى حمزه، كل واحد ليه دور هيلعب، لان ممكن الظروف واحد انذارات، واحد لا قدر الله اصابه، دي وارد واحد يجي ثاني يوم مثلا تحط في السكور تعب. فلو ما كانش البديل مجهز نفسيا وفنيا على مستوى عالي، بعدين ده بيلعب في النادي الاهلي يعني مش، وبعدين انت في النادي الاهلي اي حد بيلعبك بيبقى متوتر قدامك. احنا الحمد لله ما فيش خوف من اي خصم، في هيبه كده. ايوه طبعا ده بفضل الله، دي من عند ربنا طبعًا. الهيبه دي موجوده، والثقه واسم النادي وتاريخ النادي وتاريخ بالظبط دول بيبقوا في المقدمه قدام اي خصم طبعا. فكابتن علي انا بصراحه يعني انا معجب بيه جدا جدا في المباراه اللي خدها، فانا بطمنك يعني الجماهير برضو عندها ثقه كبيره، ما فيش اي توتر ولا اي خوف عليه. طيب عزيز. الموسم اللي فات لو تفتكر حضرتك اكتر من مره في اكتر من حلقه وبناء على اكتر من واقعه لافته للانظار، اتكلمنا كتير عن الاخطاء التحكيميه واتكلمنا على الفار وعمايله الى اخره. واضح ان شاء الله كده احنا بصدد نفس الحكايه، لان برضو ابتدت الاخطاء التحكيميه تظهر في الافق مبكرا جدا. وزي ما حصل مثلا في يعني ضربه الجزاء اللي اتحسبت امبارح لنادي الزمالك، واللي كتير من المحللين يعني اثاروا بموجبها لغط كبير، وكتير منهم شافوا ان هي لا مش صحيحه، وخصوصا في وجود الفار. فتوقعاتك لا احنا نوضح هو بس نوضح برضو عشان الناس ما تقولش ان احنا بنتكلم على ضربه الزمالك بس، في ضربه برضو في ماتش الاتحاد وسموحه، فطبعا المدير الفني بيعترض او البنك بتاع الفريق اللي هو اتحسب عليه ضربه الجزاء. نبدا بكابتن حلمي طولان، رؤيته للضربه ان هي ما لهاش علاقه بضربه الجزاء، بيقول الحكم حسبها من وحي خياله يعني ان كده. في ناس بتنقد او في ناس بتحلل او في لجنه التحكيم بتطلع تبرر، الاخطاء وارده، بس هي لما تيجي في البدايه ان شاء الله نتعلم منها. يعني ممكن ضربه جزاء اتحسبت، انا مش هقول اسم الفرق بس بتكلم كلام عام، واحنا مش الاولى نتعلم من الموسم اللي فات كله يعني؟ ما لازم مستنيين ضربه البدايه، ما انت عندك موسم كان مليء باخطاء جديره بان احنا نتعلم. كابتن حلمي اتكلم كلام لازع جدا لانه غصب عنه حاسس المباراه راحت منه طبعًا. طب ما احنا برضو في حاجات كتير راحت مننا باخطاء تحكيميه يعني. اكيد، ولازم نقف عندها، احنا ما وقفناش اصل حقنا، ده تعب لعيبه تعب جهاز فني تعب جماهير اللي عندها الطموح ان هي تكسب، بيجي حكم يروح حاسب ضربه جزاء. وبعدين برضو في نقطه هنا، انا من وجهه نظري انا كمشجع مصري بعيد عن ان انا النادي الاهلي، لا انا مشجع مصر، بتمنى ان الناس لما تيجي تحط حكام تحط حد عنده خبرات بالذات في المباريات المهمه طبعًا. يعني انا مثلا فرقتين كبار حط حكم يكون ادار مباريات قبل كده، ما تحطش واحد اول مره ده يكون حكم كويس جدا جدا وممتاز وانت مرشحه بكفاءته، بس ما تدلوش مباراه كبيره. زي ما انت بتدخل لعيب في المباراه تكون جايبه جديد، دخله ربع ساعه في ثلث ساعه يعني. لما يركب في الفرقه خلاص بقى اساسي. ان ما تجيش واحد من الدار للنار تروح حاطه في حاجه كبيره، القرارات بتبقى عكسيه، ضربه جزاء غلط حسبت مين دفع ثمنها؟ فريق ثاني دفع ثمنها. ضربه جزاء مثلا بتاعت سموحه في اعتراض من الجهاز الفني بتاع سموحه، ممكن تكون سليمه 100%، نادي الاتحاد ملوش دعوه، اتحاسب ضربه جزاء. ممكن الاتحاد قبل كده يتحاسب عليه ضربه جزاء واتظلم، زي النادي الاهلي اللي هو بقى رقم واحد في مصر جه عليه اخطاء كتير واتظلمنا فيه طبعا. قبل قد ما احتجاج بسيط بس احنا ما استفدناش حاجه صحيح. ده في مره الكوره جبناها جون في الجيش والحكم لغاها لنا، دي ضيعت منك بطوله الدوري. بس احنا لازم نقف عند المواقف دي ليه؟ عشان التكرار يبقى غلط. فكلام حضرتك مظبوط كابتن كريم، من الاول لازم يكون في حساب. بس الاخطاء التحكيميه يعني دوليا انا بتكلم ليها برسنتج، ليها نسبه معينه اللي هي بتبقى تمام تقريبا كام في الميه؟ 10% ولا بتبقى كام يعني اللي هي متاح بيه عامه؟ يعني دايما بيقول لك في برسنتج للاخطاء التحكيميه وارده انها تحصل، انا بديك حاجه في الميه وبعد كده بقول لك بعد كده بيبقى زياده، ممكن تبقى 10% 20% 25% حسب ظروف اللقاء وحسب سير المباراه وحسب اللي بيبقى ليمت مقبول بعد كده بيبقى اوفر قوي المحصله النهائيه للحكم بعد المباراه. بس انا بقول الفار المفروض جاي يساعدنا، ده 100% مش جاي يظلمنا. يعني انا بقول لك الكره بتاعتنا دخلت ماتش الجيش، فين الفار؟ اللي قاعد على الفار كان في مشوار
وسايب مثلا الجهاز ده سؤال كويس برضه. دخل الجون الكوره في ماتش الجيش دخل الجون والحكم لغان فبيجي بقى ضربه جزاء ما فكرناش بقى يا كابتن صديق خلاص احنا يعني في حاجات حرقت دمنا كتير الفتره اللي فاتت فيعني انا معاك بس احنا بنلتمس العذر ليهم بس ما يبقاش في تمادى من اولها كده يبقى لازم نعمل كنترول ويكون في دقه في القرارات اكيد بس عشان التعب بشكل عام شكل الموسم ده للدوري حلو لا البدايه يعني البدايه بتقول كده عندك فرق كلها فايقه وكله داخل بيسن السكاكين عندك فرق يعني الصاعده زي ما كنا لسه بنتكلم من شويه وخصوصا فرق الشركات ذات الامكانيات اللي عندها صفقات لطيفه بينتج عنها لعيبه ثقيله يعني مؤشر في ازمنه سابقه كان دايما بتلاقي الحكايه محصوره الى حد كبير طبعا بين الاهلي والزمالك تمام لكن اعتقد ان الموسم ده الصوره يعني ايه ما تقدرش تستنتجها مبكرا لازم تستنى لغايه الاواخر ولا ايه لا هي بص البدايه مبشره جدا ليه زي ما قلت لحضرتك الانديه دي ضخت فلوس فلما تجيب انت منتج كويس فاكيد هيطلع لك منتج اعلى طبعا لما تجيب انت الخامة القماش فاللعيبه اللي جت يعني البنك عمل تدعيمات كويسه جدا ايه اللي حصل كسب ثلاث صح عمل مباراه كبيره السنه اللي فاتت كان بادئ بدايه متعثره جدا كان تعادل في اول ماتش وبعد كده اتغلب كذا مره وحصل تغييرات الفرقه علي ماهر ما شاء الله الفرقه بتاعته فرقه مميزه جدا جدا جايب تدعيمات قويه جدا 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 يعني جايب له مثلا لعيبه يعني فوق ال 15 20 لعيب نفس الكلام فاركو ده جاب فريق جاي فريق كامل ان في حتى مجلس اداره جديد لسه مكونينه في اسماء رنانه يعني ما شاء الله فالناس كلها رياضيه فلما انت بتضخ فلوس الفلوس دي هتجيب لك لعيبه كويسه هتلاقي المحصله مباراه قويه جدا وبعدين انا نفسي زي المباراه يعني سموحه كده والاتحاد وزي البنك الناس تلعب لعب هجومي اللعب الدفاعي ده عقيم ما بيولدش نجاحات وبعدين بيأثر على منتخب مصر بيأثر جامد جدا على المنتخبات ان الكوره بتبقى دفاعيه لا اطلع هاجم اللي بيهاجم ده هتهاجم هتكسب ماتشين تخسر ماتش انها تفضل تدافع تتعادل خمس ست مرات سبع مرات ده في فرق السنه اللي فاتت اتعادلت فوق الثمان ماتشات كتير انت العب كوره حلوه على الاقل الناس تاخد على الفكر الهجومي بعدين المدربين كلها ما شاء الله اللي على الساحه كلهم كويسين يعني كلاعيبه كوره ولازم بقى الفكر يعلى شويه صح حس تتفرج على مجمل الحته الهجوميه تبقى مميزه ما تبقاش عند الاهلي والزمالك وبيراميدز والحاجات دي بس صح اتفق معاك جدا طب خلينا نشوف كده احنا هيكون معانا معلش هنستاذن حضرتك كابتن صديق يكون معانا زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي هيكلمنا عن كواليس بقى معسكر الاهلي قبل مواجهه الاسماعيلي ونطمن منه ونطمن حضراتكم كمان يعني فاروق انا بصبح عليك طبعا صباح الخير صباح الفل يا نهاوند طبعا بصبح عليكي وعلى كريم وعلى كابتننا الكابتن صديق الجمال حبيبي الله يخليك وعلى كل مشاهدينا ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان يعني طمنا كده وقول لنا الكواليس عندك اخبارها ايه يا فاروق ويعني عايزين كاننا قاعدين معاك كده ادينا صوره حيه عما يحدث والبرنامج النهارده ايه ما دار فيه يعني الاجتماعات مع كابتن باتشو موسيماني والاداره خلينا نعرف منك يعني خليني اقول لك يا نهاوند يعني عقب المباراه الاخيره للفريق النادي الاهلي امام فريق الحرس الوطني يفوز النادي الاهلي بسته اهداف مقابل هدف وصعود لمرحله المجموعات فمستر بيتسو موسيماني كان ثاني يوم اللعيبه يعني عملت ريكفري وكان تمرين خفيف للعيبه اللي شاركت في المباراه فضل مستر بيتسو موسيماني ان يدي راحه للاعبين ثاني في استعداداته لمباراه الاسماعيلي وانطلاق الدوري كان المران الرئيسي بالامس يعني كان تمام الساعه 1:30 ظهرا كان يعني قبل المران كان تجمع اللاعبين الساعه 12:30 في ملعب الكبار الاتش نقدر نقول ان من قبل المران مستر بيتسو موسيماني كان عقد محاضره فنيه مع اللاعبين اتكلم على بطوله الدوري واهميه بطوله الدوري بالنسبه له بالنسبه للاعبين بالنسبه للجمهور حاول يشتغل على الدوافع النفسيه ويجدد الامور بالنسبه للاعبين اتكلم على البدايات قال ضروره البدايات واهميه البدايات اتكلم على فريق الاسماعيلي بالتحديد انه كان واحد من الفرق يعني من المباريات اللي كانت سبب في خساره الاهلي من درع الدوري الموسم الماضي اتكلم على اهميه هذه المباراه واتفرج يعني بعض جاب يعني عرض للاعبين اخر مباراه اتلعبت ما بين الفريقين اللي كانت على استاد الاسكندريه وسبب التعادل اللي جاب هدف لكل فريق اتكلم مع بعض مع اللاعبين على بعض الامور الفنيه الخاصه بفريق الاسماعيلي مع التدعيمات اللي عملها
بعد المحاضره اللي انطلق المران اللي شاب يعني نقدر نقول حاله معنويه عاليه جدا من اللاعبين الصفقات الجديده، يعني شايفينها الانسجام بدا يبقى بصوره كبيره وصوره ملحوظه، سواء بنت تاو سواء ميكسوني حسام حسن عمار حمدي اللاعب احمد عبد القادر، اللعيبه الصفقات الجديده مدى انسجامها مع اللاعبين اعتقد هيكون ليها دور كبير النهارده يعني في المباراه وفي التشكيل مع مستر بيتسو وسوناني. طبعا حاله التالق اللي كانت في الفتره الاخيره سواء لكهرباء عوده حسين الشحات تالق وعوده قفشه عوده حاسه التاديب لمحمد شريف كلها امور ادت ارتفاع للروح المعنويه عند مستر بيتسو موسيماني، يعني تقدر تقدري تقولي انا عندي ان مستر بيتسو موسيماني هيبقى في حيره من امره في اختيار ال 11 لاعب ان شاء الله اللي يكونوا على تشكيل النادي الاهلي لهذا اللقاء، لكن احنا واثقين في اي 11 لاعب ان شاء الله يا نهوان هيكونوا موجودين في ارض الملعب ان شاء الله هيأدوا المهمه وتكون بدايه مهمه جدا امام فريق الاسماعيلي. عايز اقول لك على نقطه مهمه ايضا، كان الفريق توجه للاسماعيليه بالامس تمام الساعه الرابعه عقب انتهاء المران، كان الوصول للاسكندريه في تمام الساعه السابعه سريعا، يعني كان الدور الاداري اللي بيقوم به الجهاز الاداري للنادي الاهلي وكل لاعب الى غرفته ثم تناول وجبه العشاء ثم الخلود الى النوم ثم انطلق اليوم النهارده بوجبه الافطار اللي كانت في تمام الساعة العاشرة صباحا للاعبين، يعني عقب وجبة الافطار مستر بيتسو موسيماني اتكلم مع بعض اللاعبين، كانت اجتماعات ثنائية جمعت ما بينه وما بين محمد شريف محمد مجدي قفشة، اتكلم مع علي جانج مع السولية، اتكلم مع أيمن أشرف مع اللاعبين، حاول إن هو يشتغل على الدوافع النفسية للاعبين، ثم هتكون وجبة الغداء إن شاء الله في تمام الساعة الثانية، والمحاضرة الفنية لمستر بيتسو موسيماني هتكون في تمام الساعة الرابعة والنصف، ثم التحرك الى ملعب المباراه يكون في تمام السادسه والربع، بيبعد يعني الملعب عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي 15 دقيقه، يعني بكثير فريق يكون موجود في قلب استاد برج العرب او استاد الجيش برج العرب تمام الساعه السادسه ونص قبل انطلاق المباراه بساعه ونص. عايز اقول لك برضو ان طاقم التحكيم المكلف ليه باداره هذا اللقاء يكون الكابتن محمد عادل، هيعاون يوسف البطاطي واحمد توفيق الطرب حكم ثاني، الحكم الاثنين حكام المساعدين، حكم رابع يكون محمود وفا وهيكون موجود على تقنيه الفار احمد الغندور ومحمد السبعش. اقدر اقول لك ان من الكواليس من الامور اللي احنا بنشوفها من اللاعبين لا في تركيز شديد جدا يا نهاوند عند اللاعبين. حلو قوي. طبعا حلو قوي يا فاروق، انا اسمح لي بقى عايز اروح معاك لنقطه عشان نحاول ناخد منك كل المعلومات، معلش فكره هنا الجماهير بقى كلمنا برضو عن يعني مدى انعكاس ده عند اللعيبه، اكيد طبعا اتكلموا في فكره هنا اول ماتش بقى بنتكلم وعوده الجماهير واحساس مختلف، والكواليس عندك برضو ازاي يعني خلينا نعرف. من الواضح انا عملت من قريب من الكواليس كواليس شويه، لان نقطه الجماهير يعني كلينا فيها كلام مع بعض اللاعبين، عايز اقول لك انا نهاوند ودي حقيقه لا تقبل الشك ان النادي الاهلي النادي الوحيد اللي بيتاثر بجمهوره، عدم وجود جمهور النادي الاهلي كنوعيه جمهور النادي الاهلي لا يكون موجود في المدرج بتبقى اكبر حافز للاعبين، حتى ولو كان العدد الموجود قليل لكن بتدي اكبر دافع للنادي الاهلي، النادي الاهلي واحد من اكثر الفرق في العالم اللي بيتاثر بعدم وجود جمهوره، وجود جمهور النادي الاهلي مديها دوافع جديده، الدوري شكل الدوري يعني التقنيات اللي بيتم نقل بيها الدوري مديه حوافز كثيره جدا رفع الروح المعنويه عند اللاعبين، يعني مش هنقول ان دي مباراه لا اللي هيتابع المباراه مش هنقول ان دي مباراه في بدايه الدوري، لا دي انت بتتكلم في مباراه في منتصف الدوري خلاص الصراع بيشتد، كل العوامل يعني المقدمه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه كويسه، لكن الامر المهم جدا برضو ان احنا بنركز فيه العداله التحكيميه، الامر ده مهم جدا سواء للنادي الاهلي سواء للنادي الاسماعيلي او اي فريق، لازم تكون العداله التحكيميه متوفره للجميع، ودي نقطه مهمه جدا، لكن يا نهاوند عايز اقول لك ان الامر ده وجود الجمهور بالظبط منعكس انعكاس يعني بصوره كبيره جدا على اللاعبين، برضو لو كريم يعني كريم دايما بيحب يسال على الحاله المزاجيه والحاله النفسيه للاعبين، اقول لك يا كريم ان الامر ده بالنسبه للاعبين خلاص عقب الفوز الاخير والنتيجه الفوزيه بالنسبه للاعبين قدام جمهور النادي الاهلي رفعت الحاله المعنويه عند اللاعبين، اللعيبه اتعهدت ان بدايه الدوري ان شاء الله اللعيبه مش هتفرط في اي نقطه ان شاء الله، يعني البدايه ان شاء الله تكون النهارده امام فريق الاسماعيلي باذن الله ان شاء الله. كلنا نسعد بمتابعه مباراه قويه، كل الشكر ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه النادي الاهلي، وطبعا اكيد النتيجه الكبيره اللي حققها النادي الاهلي يعني بالسكور الضخم
امام بطل النايجر، اكيد ده تزود من ثقه اللاعبين. وان كان ده ما منعش بيتسو موسيماني نفسه انه يعمل وقفه. كان معانا حضراتكم اكيد تابعتوا معانا، كان معانا على التليفون من يومين بالظبط، واتكلم انه طبعا سعيد بالنتيجه الكبيره ولكن عنده شيء من التحفظات متعلقه بالاداء. ودي النقطه اللي يعني نستاذن طبعا ضيفنا العزيز كابتن صديق جمال ان احنا بمجرد العوده من الفاصل ده نبتدي نتكلم معاك عن اللي قاله او اللي صرح بيه كابتن بيتسو موسيماني. بس لازم نطلع فاصل لانه خلال لحظات سيرفع اذان النصر. فاصل ثم عوده ال10 الصبح في الاهلي. اتفضل كابتن صديق الجمال لسه معانا، ولسه برضو عندنا كام نقطة كده عايزين نتكلم مع حضرتك فيها. قبل الفاصل كنا بنقول عن النقاط اللي ذكرها بيتسو موسيماني في حواره معانا، المداخلة يعني اللي كانت معانا بالأمس أعتقد أو أول امبارح، كانت أول امبارح. فاتكلمنا في كذا نقطة معاه، وهو دايما رجل صريح زي ما معروف عنه، بيقول لك أنا غلطت في كذا، غلطت في كذا، كان في تأثير في كذا، لعبنا كويس في كذا. هو كان عنده بعض النقاط اللي اتكلم عنها. أنا سألته مثلا يعني السكور كان كويس بس الأداء حضرتك راضي عنه ولا لا؟ هو قال الاداء انا غير راضي عنه لكن عوض الموضوع النتيجه. فدي نقطه اولى ممكن راي حضرتك فيها. هو بالنسبه لموسيماني المباراه اللي هو لعبها كلها مع النادي الاهلي، في مباراه كان بالاداء فيها بعادي جدا، في مباراه كان فيها فوز بس الاداء ما كانش بالمستوى اللي على النادي الاهلي او الجماهير بتبقى عايزاه، ان الاهلي عنده كل المقومات وبعدين الجماهير عايزه اداء ونتيجه. بس في مباراه حسابيه بالنسبه ليه هو اهم حاجه عنده نتيجه اللقاء. الاداء ده بالنسبه له هيجي بعدين. بس رغم كده هو ما كانش سعيد، يعني هي دي النقطه بقى. ما هو مش سعيد، بس انت لو تشوفي التوتر اللي كان عليه لما النتيجه 2-1، اي حد في الدنيا هيتوتر هيقلق. الفريق مش على المستوى النادي الاهلي، اقل من النادي الاهلي بنسبه كبيره، بس في متغيرات دخل فيه جون مثلا بالغلط بقت النتيجه 2-1، لازم يبقى قاعد بره يبقى متوتر جدا جدا. السكور جه والحمد لله الاهلي قدر يكسب 6-1. الاداء بقى بيجي بعدين مع المباريات الكتير ومع الاستمراريه، ويبقى في تجانس بين الناس اللي هي جايه الجداد او الناس اللي موجوده من الاول. فاحنا مش بنستعجل عليه، بس هو جماهير الاهلي بتبقى ايه؟ عايزه كل حاجه مع بعضيها بحسب حجم النادي الاهلي، حسب الـ 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 الامور الفنيه. عارفين الاهلي في مكان تاني، في حته تانيه. فهو طبعا راجل صريح جدا واضح، زي ما دخل مع حضرتك مداخله قال لك انا حته الاداء ما عجبتنيش. اكيد برضو المنافس ليه دور كبير في حته الاداء، لما تلاقي برضو منافس قوي بيروح معاكي في الاداء بتاعك وبيشدك معاه. لما يكون مستوى المنافس ضعيف انت كمان بتبقي فيه حته ايه؟ تراخي شويه. تراخي شويه. لا بس ده مش صح، او مش ده اللي احنا نعرفه برضو. لا يعني لا، في كل الدنيا كده. لما ازاي لاعب فريق ضعيف انا دلوقتي في تراخي من ده، انا ده يخليني اضغط اكتر. يعني هتضغطي هتجيبي 17 جون، هيبقى الفريق ده اضعف ما انت متصوره. وانا 6-1 والفريق ضعيف جدا. فهي ممكن الاداء هيبان في المباريات القويه الفرق الكبيره. هو خد اللي هو عايزه من المباراه، هو من جواه كان عايز اداء افضل، بس كاسب سكور، كاسب 6-1. المنافس برده مش جامد قوي. ما انت لما تلعب، انا مثلا بلعب مع فرقه كبيره هطلع كيرف فوق، هي الفرقه الثانيه تشدني معاها فوق، هتلاقي المستوى في المحصله في الاخر الاداء قوي جدا واداء عالي. لما تلعب فريق ضعيف دي اخر امكانياته، واحد داخل فيه 6، انت مستنيه منه ايه؟ يهاجمك بقى ويضغط عليكي ويلعب بقى تكتيك وبتاع فنيات، خلاص هيرمي الفوطه وتلاقي الاداء كانها تمرينه. حضرتك بتتكلم بعد ما عملت الهاي سكور ده. أيوة. خلاص يعني انا بريح بقى. وهم كمان ما شدوناش. ما انت في فرق لما بتلعبي سان داونز او بتلعبي الفرق الكبيره او نهائي افريقيا او تلعب دوري الابطال او تلعبي مثلا الترجي، مجبر ان انت تبقى فايق ومصحصح. طبعا الفرق الكبيره أكيد. انت بتطلعي معاها وهي بتطلع معاكي في الاداء وفي الكيرف، انما الفرق الصغيره يعني ايه؟ نادرا لما تلاقي واحد يشد معاكي، انما السكور ده. فهي الاداء ان شاء الله احنا مش قلقانين على النادي الاهلي، الاداء يجي بعدين. طيب خلينا برضو نقف عند بيتسو موسيماني ومع بدايه ظهوره على الساحه الاهلاويه ومع بدايه يعني قدومه. هو جه من الدار للنار بالمعنى الحرفي، وجه على اكثر من معترك محلي واقليمي وقاري الى اخره. وقتها ربنا كرمه جامد وكرمنا معاه جامد الحمد لله. وقتها كان بيقول كتير او كلام كتير اتقال عنه ان هو ما شاء الله يعني قدر يحقق اللي حققه ده مع النادي الاهلي، علما بان هو برضو الى حد ما يعني مش ملم قوي بكل تفاصيل الفرق المنافسه. كان جاي جديد على الفريق، ولا ملم بامكانيات لعيبه النادي الاهلي نفسه. ومع هذا اتحقق اللي اتحقق. دلوقتي المفروض بقى ان هو ايه، زي ما بيقولوا كده بالبلدي، اتودك وعرف تفاصيل كل الفرق المنافسه للنادي الاهلي في الدوري. تعتقد ان ده هينتج عنه
يعني أداء مختلف، تكتيكات مختلفة، خطط مختلفة الفترة الجاية؟ أقصد بالفترة الجاية بداية الموسم اللي بدأ فيها دلوقتي. أكيد طبعا هو لما جه أول مرة هو، بس أنا إيه بوضح لك نقطة، هو عارف حجم النادي الأهلي وعارف لعيبة النادي الأهلي، بس لما يتعايش معاهم ويلعب ويجي في منافسات وهيحط الفرقة وعنده لعيبة كتير هيتعامل إزاي، وفي فروقات عند اللعيبة، ده يبقى موجود، ده احتياطي، ده يبدأ بيه، ده مش هيبدأ بيه. دلوقتي في حضور جيد جدا ليه، انه بادئ من بدايه الموسم، يعني مش جاي بيكمل لحد، فدي تفرق معاه، بتدي له باور وبتدي له في عنده الدوافع وعنده الامكانيات اللي هي قدامه وماشى يشتغل معاه صح، وفي نفس الوقت بتحمله المسؤوليه كامله ان هو مش جاي يكمل شغل، مش جاي ياخد مكان حد. فهو البدايه بتاعته هتفرق، هو بدايه وهو الراجل بيشتغل بيجتهد، بس زي ما حضرتك تفضلت البدايه لازم تكون قويه، لان ما حدش يقول ايه ده هو جه استلم من حد او يكمل مسيره حد، لا ده هو اللي بادئ. فلما تيجي هتيجي تحاسب، لا انت ما عندكش اي اعذار، في تدعيمات، في لعيبه كويسه لو ماشي اللي معاك، انت اللي حاضر معاه من الاول. فانا متاكد هو مركز جدا جدا، بدليل هو لما فاروق صلاح بيقول لك عمل اجتماع مهم جدا بيتكلم على فرقه الاسماعيلي، خد العناصر اللي هي ممكن ثلاث ارباع هيبدا اللقاء، حفزهم وحمسهم عشان المباراه مهمه جدا جدا، ومباراه مصريه بالنسبه لي والبدايه طبعا، لانه عايز يخش بقوه طبعا. والانطلاقه بتاعته في بدايه الدوري هتدي له برده باور لما يربح ويمشي يكمل المسيره أكيد. لان عنده استحقاقات كتير طبعا. ومطلوب منه نتائج وزي ما اتفضلتي اداء كمان طبعا. فانا مش اكد ان هو هيبقى مركز جامد جدا مع تيم النادي الاهلي ان شاء الله، اكيد يعني ماتش حلو باذن الله، بالتوفيق لينا النهارده وعايزين نفرح ان شاء الله، باذن الله تبقى مباراه قويه، ويعني فوز يكون كمان صح، احنا عايزين سكور بقى يعني، واي نوت. ما برضه انت هتلعب الاسماعيلي، انا بتمنى من ربنا النتيجه باذن الله نربح قبل اي شيء، لو في فرق سكور يبقى كرم عند ربنا ان احنا نجيب جون ونزود ونزود ان شاء الله. لان المنافس هيبقى ايه بلغه الكوره، ده في الملعب بيلعب بعنف وفي سقاله شويه في الاداء، بس انا متفائله، انا شخصيا متفائله، نتمنى ان شاء الله تبقى مباراه اداء ونتيجه كويسه جدا، نتمنى من الله. نورتني يا كابتن والله، شكرا لحضرتك، صباح الفل على حضرتك، بشكرك جدا على مشاهدينا في كل مكان. انتهت حلقتنا النهارده، وان شاء الله يتجدد اللقاء يوم الاحد بقى باذن الرحمن، حلقه جديده و10 الصبح في الاخر، صباح الفل.